نقول إخواني يعني الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام زكانا وقال لا تزال طائفة من أمتي عن أهل بيت المقدس، وإن شاء الله نبقى على هذا الخير ونبقى على هذا النور بإذن الله سبحانه وتعالى. وإخواني نقطة أخرى أريد أن أتحدث فيها في هذا الحديث، وهي كلمة الساعة. كلمة الساعة، يعني الحديث ابتدأ لا تقوم الساعة، وعلينا أن نميز ما بين الفرق ما بين كلمة الساعة وآخر الزمن. يعني احنا تكلمنا بثلاثة مصطلحات في دروسنا، تكلمنا عن شيء سميناه علامات الساعة الصغرى، وتكلمنا عن شيء اسمه آخر الزمان، ثم تكلمنا عن شيء اسمه علامات الساعة الكبرى، وتكلمنا بعد علامات الساعة الكبرى شو قلنا الساعة. يعني أربع مصطلحات، مش ثلاثة، أربع مصطلحات: الساعة، علامات الساعة الصغرى، آخر الزمان، علامات الساعة الكبرى، والساعة. أما الساعة إخواني فالساعة هي يوم القيامة الذي تنتهي في حياة كل الناس على وجه الأرض، ونعلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس اللي سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكع ابن لكع. يعني نعلم إخواني من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى رقم ثلاثة، تذكروا إخواني: واحد صغرى، اثنين آخر الزمان، ثلاثة كبرى، أربعة إيش؟ الساعة. نحن نتكلم في ثلاثة. ثلاثة من علامات الساعة الكبرى إيش بنسميه؟ الريح بعد الدابة. يعني الدابة والريح علامتين ورا بعضهم من علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. الريح تأتي ريح وتقبض أرواح المسلمين، أول إيش تأتي الدابة وتقوم بوسم كل المسلمين على أجباهم بكلمة مؤمن، ومسح الكافرين وسمهم بكلمة كافر، يعني مؤمن وكافر. ثم بعد الدابة تأتي إيش؟ تأتي الريح وتقبض كل أرواح المسلمين. شو بتبقى؟ بتبقى فقط الكفار. فمعناه الساعة تأتي بعد الدابة وتأتي بعد الريح، من المؤكد فالساعة تقوم على شرار الناس. هلأ نأتي ما بين علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى وآخر الزمان. يعني خلينا نقول كالآتي، السؤال كالآتي: ما هي أول علامة من علامات الساعة الكبرى، أو خلينا نقول آخر علامة من علامات الساعة الصغرى؟ يعني الحد الفاصل ما بين الصغرى وآخر الزمان وما بين الكبرى. يعني خلينا نقول كالآتي إخواني كمان مرة: الفهر أو الفاصل، الفاصل ما بين الكبرى، يعني بعد الكبرى في عنا الكبرى والساعة، قبل الكبرى شو في عنا؟ الصغرى وآخر الزمان. طب شو الفاصل بين هدول العلامتين وهدول العلامتين؟ نقول إخوان طلوع الشمس من مشرقها، هون إخواني بدي أنبه، أحيانا نتكلم بخطأ غير مقصود ونقول شروق الشمس من مغربها، الصحيح هي طلوع الشمس من مغربها، ولكن إن حدث وقلنا شروق الشمس من مغربها المقصد طلوع الشمس من مغربها، فما تأخذون على الأخطاء أحيانا من شدة الضغط. فنقول طلوع الشمس من مغربها هي العلامة الفاصلة ما بين علامات الساعة الصغرى وآخر الزمان وما بين علامات الساعة الكبرى والساعة. عشان هيك قد نعتبر أو ننظر من جهة علامات الساعة الصغرى ومن جهة آخر الزمان لطلوع الشمس من مغربها، ونقول أن طلوع الشمس من مغربها هي آخر علامات الساعة الصغرى وآخر الزمان، أو قد ننظر من الجهة الأخرى ونقول هي أول علامات الساعة الكبرى والساعة. فهي الحد الفاصل، طلوع الشمس من مغربها هي الحد الفاصل. طيب فمعناه صار فينا كالآتي: الحد الفاصل طلوع الشمس من مغربها، وش قبلها؟ آخر الزمان، وقبلها علامات الساعة الصغرى. أما علامات الساعة الصغرى فنعتقد ونقول والله أعلم دائما كل علامات الساعة الصغرى انتهت، خلصت، وبعدين شو صرنا؟ صرنا في آخر الزمان. هلأ لو سألنا إخواني كمان مرة الحد الفاصل ما بين علامات الساعة الصغرى وآخر الزمان شو منقول؟ هو كما بين لنا القرآن، ودائما نقول والله أعلم، أن ارتفاع علم بني إسرائيل الثاني على الأرض المقدسة هو أول علامات آخر الزمن.
أول علامات آخر الزمن. يعني دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة شو منسميها؟ منسميها بداية آخر الزمن. طيب متى تنتهي آخر الزمان؟ تكلمنا أنه آخر الزمان تنتهي بإيش؟ بطلوع الشمس من مغرب. هذه الفترة كلنا شو منسميها؟ آخر الزمان. طيب أحداث آخر الزمان شو لو بدنا نرتبها شو منقول؟ أول شيء قلنا دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، بعدين وصولهم إلى بيت المقدس، بعدين وصولهم إلى المسجد الأقصى، بعدين حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام انه خلينا نقول تكادون ان تكونوا جند مجندة، جند في الشام او في العراق، وجند في الشام، وجند في اليمن، يعني حروب اهلية في هذه المناطق الثلاثة. بعدين نقول عمارة بيت المقدس، بعدين نقول ايش خراب يثرب، بعدين نقول الرايات او طلوع الرايات السود من قبل المشرق، بعدين شو منقول موت خليفة، بعدين اقتتال ثلاثة على كنز الكعبة، بعدين ظهور المهدي، بعدين الخسف بجيش السفياني، بعدين شو بيجي عنا نور والله أعلم. الترتيب ظني ولكن أنا أحسب هذا الترتيب. بعدين تيجي إشارة الدخان، بعدين ترفع إشارة الدخان قليلا ثم تعود، بعدين بيجي القحط لمدة 3 سنين على العالم ومنها المسلمين. في آخر الثلاث سنين شو بيجي عنا؟ يظهر الأعور الدجال ومكثه 40 يوم. في آخر الأيام 40 ينزل سيدنا عيسى وتبدأ الملحمة الكبرى. وخلال الفترة كلها ما بين المهدي وحتى ظهور الأعور الدجال أو حتى نزول سيدنا عيسى كلها ملاحم وفتن واقتتال في كل دول العالم الإسلامي. بعدين نقول بعد الملحمة الكبرى يقتل الأعور الدجال، يقتل الأعور الدجال، ثم يعني يقوم سيدنا عيسى بوضع الجزية وقتل أو ذبح الخنزير وكسر الصليب، ويخير من تبقى من أهل الكتاب إما بالموت اقتصاصا على ما قاموا فيه من أفعال وليس افتراضا، يعني هو ما قتلهم لأنهم ما دخلوا في الإسلام قصاصا، ولكن يسمح لهم أو يسامحهم إن دخلوا في الإسلام. فمن لا يدخل في الإسلام يقتل قصاصا، ومن يدخل الإسلام يعصم دمه. ثم تقوم دولة الإسلام، ثم تظهر يأجوج ومأجوج، ويحرزنا سيدنا عيسى في جبل الطور من يأجوج ومأجوج، ثم بعدها تبدأ حالة رخاء، ويقسم المهدي المال صحاحا ولا يبقى فقير على وجه الدنيا، ويعم الرخاء والهناء فترة طويلة. يموت المهدي لا نعلم كيف، ويبقى سيدنا عيسى، ويكمل سيدنا عيسى تقريبا قلنا يتم 40 سنة بعد نزوله، مع 33 في بداية حياته بيصيروا تقريبا 73 سنة. بعد ما يموت سيدنا عيسى تهدم الكعبة، يأتي ذو الصواقتين ويهدم الكعبة حجر عن حجر، ثم بعدها يبدأ ينقلب الإسلام، وتبدأ الناس بإيش؟ بالانقلاب من الإسلام إلى الكفر من جديد. فالله سبحانه وتعالى حماية لمن تبقى ورحمة لمن تبقى في المسلمين يأمر الشمس فتطلع من فين؟ من مغربها، ويغلق باب التوبة. ثم قلنا إخواني تأتي الدابة وتسم كل المسلمين على جباهها مسلم وكافر، ثم تأتي الريح وتقبض أرواح المسلمين جميعا. احنا دخلنا في إيش؟ في علامات الساعة الكبرى. فلا يتبقى من المسلمين على وجه الدنيا أحد، ويتبقى لكع ابن لكع، ويحيوا حياة هنيئة تصبح الدنيا جنتهم، بفعلوا فيها ما يشاءوا. فلما يفعلوا كل ما يريدوا ويأخذوا كل حاجتهم من هذه الدنيا يقيم عليهم إيش؟ القيامة. وهذا شو اسمها الساعة. عشان هيك إخواني أردت أن أنبه أن الحديث يتكلم لا تقوم الساعة. عشان هيك لما نقف على كلمة الساعة لا نستطيع أن نحدد أنه عبادة الأصنام التي تتكلم أو جاء ذكرها في هذا الحديث ستكون في آخر الزمان، قبل المهدي، بعد المهدي، بحياة سيدنا عيسى، ما بين سيدنا عيسى وطلوع الشمس من مغربها، أم ستقوم بعد ذلك بفترة، لا نعلم. إلا أنه يعني في إشارة في الحديث، إشارة أخرى تقول حتى تدافع نساء ابن عامر. شو يعني نساء ابن عامر؟ هي قبيلة إسلامية، فالحديث فيه إشارة على أنه النساء مالهم مسلمات.
فإذا قلنا أنه نساء مسلمات وأخذنا أنه الحديث يتكلم عن بعد طلوع الشمس من مغربها، فقلنا لن يكون هناك مسلمين بعد الدابة والريح. فنقول أنه يتبقى أنه النساء المسلمات اللي راح تعبد أو تدافع على الأصنام لربما كانت ما بين طلوع الشمس من مغربها وقبل الريح، ولربما كانت أيضا في آخر الزمان، ولربما كانت في آخر الزمان يعني في الفترة اللي احنا موجودين عليها. عشان هيك إخوان نقول إن الوقت اللي بين إيدينا قد يدخل ضمن فترة زمنية تكلمت عنها هذه الأحاديث. من أجل هذا نقول إخوان علينا أن نحذر، أن نكون حذرين ألا نقع ضمن أناس قد يشملهم هذا الحديث. علينا أن نكون منتبهين ما نكون ضمن هؤلاء. عشان هيك إخواني نقول أول شيء للقائمين على الدولة الإسلامية أو خلينا نقول على الدول العربية، احذروا من إدخال الأصنام أولا. ثانيا احرصوا على هدم هذه الأصنام، هذا ثاني. ثالثا بنقول لو فرضنا أن الحكام محمد بن زايد، محمد بن سلمان أو غيرهم قاموا بإدخال هذه الأصنام، لو فرضنا شو عليك بترتب أنت عليك يا مسلم أن تمتنع عن زيارتها؟ ممنوع أنك أنت تتوجه لهذا المكان. مش تقول والله هذا معلم سياحي، لا، هذا صنم كفري يستخدم للشرك في الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك زيارته أو التواجد معه. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل إلى بيت علي بن أبي طالب ثم خرج مسرع يعني يفر من البيت، فيلحق علي بن أبي طالب ويسأل ما بالك يا رسول الله، يعني شو في إشي أغضبك؟ قال له في بيتك تصاوير فيها أرواح، وأنا خشيت إن أنا أكون في بيت فيه تصاوير فيها أرواح، يعني خلينا نقول على سبيل المثال صورة أسد أو صورة على سبيل المثال نمر، هذا الصورة اللي موجودة مرسومة، يعني كان يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يقول الله سبحانه وتعالى يقول له يوم القيامة أنت تواجدت في بيت في هذه الصورة، وهذه الصورة رسمت ولم يتقنها هذا الرسام، وأنا سأحضر هذا الرسام وأطلب منه أن ينفخ في هذه الصورة الروح، كيف لك أن تتواجد في هذا المكان اللي كانت في هذه الصورة؟ يعني هذا كانت خشية الرسول عليه الصلاة والسلام. أين نحن من خشية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من هذا الأدب النبوي الشريف اللي موجود عنده صلى الله عليه وسلم؟ فالمفروض فينا إخواني نحن إن لم نكن قادرين على إزالة هذه التصاوير وهذه الأصنام وهذه الأنصاب التي وضعت في ديار المسلمين، إن لم يكن عندك هذه القدرة فأقل القليل، أقل القليل، يعني بلسانك تذكر من حولك، تعلمه وتفهمه وتفقهه أن هذه يعني أصنام شركية لا يجوز التواجد بحضرتها، وعليك من تعيل اللي أنت ضمن قدرتك أنك أنت تمنع تواجدهم ووصولهم إلى هذه الأصنام، وثالثا أن تنكر في قلبك من يفعل ومن يقوم بالزيارة لهذه التماثيل. فنقول إخواني يعني علينا أن نحارب هذه الإشارات قدر الإمكان، ليس من خوفنا أنها تأثر علينا، لا، ولكن لأننا في حرب مع الشيطان، لأن يعني الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه إبليس عدو. شو قال لنا؟ مش قال لنا تجنبوه، ما قالناش تجنبوه، قال لنا فاتخذوه عدوا. لو الله سبحانه وتعالى قال لنا تجنبوه بقول لك خلاص مش مشكلة، الشيطان حط هذا الرمز، انت قامت الباطل بعدم ذكره، ابعد عن طريقه، امشي بطريقه. بس الله سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ فاتخذوه عدوا، يعني اذا انت بتعرف انه الشيطان هو اللي حط هذا النصب، حط هذه الاشارة، وانت كنت قادر انك انت تقيمه، شو لازم تسوي؟ لازم تاخد الشيطان عدو وتحارب هذه الاشارة وان تزيلها وان لا تبقيها. ان شاء الله اخواني كما وعدتكم يعني ساقوم بعمل درس سريع داخل المسجد الأقصى، سنصور بعض الأمور الرموز التي وضعها الشيطان داخل مسجدنا، يعني هي للتذكرة وليست للفتنة، هي للتذكرة وليست للفتنة، ونحن
نتجنب الفتنة بكل الطرق، خاصة في المسجد الأقصى. يعني نتكلم بطريقة أدبية ونطالب ونوصل، يعني إذا كان في إنسان خلينا نقول من القائمين على المسجد الأقصى ما بيعرف، حتى أنه ننبهك مش شيء تاني، ليس لنا قصد آخر، ليس لنا قصد آخر أنك تكون على بينة، ومنكون إحنا إيش أخلينا يعني مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى أنه إحنا بلغنا. سنقوم بتصوير هذه الرموز حتى أنه يكون القائمين على بينة، ويكون القرار إلهم إما في إزالتها أو كما قلنا أنهم يسمحوا لنا نحن نغيرها، وإحنا إن شاء الله لن نقوم ولن نقصر في تغيير هذه الرموز مهما كلفنا الأمر. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير، أحسن الله لكم، بارك الله فيكم.